لا أدري كم من الأيام مضت ونحن على هذه الحال، لا أدري كم من الأيام ستمضي ونحن على هذه الحال، لكننا كنا نحتاج إلى اختبار كهذا يقلب دنيانا رأسا على عقب. عسى أن نفهم قيمة النعم من أصغرها إلى أكبرها، عسى أن نعرف المنعم، عسى أن نرى بأعيننا أن لا قدرة تعلو فوق قدرته ولا سلطان يعلو فوق مشيئته. عسى أن نفهم ضعفنا وأننا مهما تطورنا فنحن لا نسوى شيئا بدونه.